نشرت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني صورة جديدة لها وفيديو جديد هي وموجودة على شط مدينة جبيل، وبينت دومينيك راكعة على الرمل ولابسة ثياب البحر وقالت هيك بحب عيش، وانتو وين رح تمضوا الصيف؟ صورة دومينيك والفيديو أخذوا كتير تعليقات من محبينا اللي حبوا هالإطلالة. نفيت الممثلة السورية مديحة كنيفاتي لموقع الفن الخبر اللي انتشر عن خطوبتها، وقالت انه الصورة اللي انتشرت هي لبنت بتشبهها شوي واسمها دانا بتبارك لها، وقالت مديحة انه موضوع الارتباط طبيعي ولما ترتبط رح تعلن عن الموضوع. اعتمدت الممثلة المصرية دينا الشربيني لوك زوجة الفنان المصري عمرو دياب زينة عاشور، وغيرت دينا لون شعرها من البني الغامق اللي طلت فيه بمسلسل زي الشمس للون الأشقر بتسريحة الكيرلي، وعلق المتابعين إنه دينا عم بتقلد زينة عاشور. قالت الممثلة الخليجية ريماس منصور إنه بيتها احترق، وانتقدت الدفاع المدني لأنه نتأخروا ووصلوا بعد ساعة، وقالت ريماس احترق بيت الحمد لله على كل حال وأمي بخير، وبتمنى من الدفاع المدني يطبقوا سرعة الإنقاذ والإطفاء. تجاوزت الفنانة سيرين عبد النور مشاكلها مع الفنانة هيفا وهبي، وتمنت سيرين لهيفا انه تشفى من الازمة الصحية اللي عم تعاني منها، ونشرت سيرين صورة جديدة لهيفا وكتبت سلامة قلبك الله يحميكي. طلت الممثلة المصرية رانيا يوسف على متابعينا بصور جديدة، ولبست رانيا تنورة قصيرة وكتبت انه الامر بيتعلق فيك، اذا ربحت لإلك واذا خسرت لإلك كمان ما في مطرح لتتخبى. وتعرضت رانيا لعدد كبير من الانتقادات بسبب هالإطلالة اللي اعتبرها الجمهور جريئة. كشفت الممثلة الأمريكية إيمي بولر إنه اسم آرتشي اللي نقول أمير هاري وميغان ماركل لابنهم هو اسم ابنها من زوجها السابق الممثل ويل أرنت، وقالت إيمي إنها بتحب اسم آرتشي من سنين وهي بتوافق إنه تعطيه للأمير هاري وميغان ماركل. لتعرفوا كل الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.